المقدمة والمركز الأول. شاهين عبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي من ينطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. الشهم محمد بن سلطان بن مرخان الاكتبي من يأتي على المركز الثاني، بينما شعار بالقرين هنا مع ريسينج سعيد بن حمد بالقرين العامري من يأتي على المركز الثالث. المركز الرابع شاهين أحمد بن قنون بن سعيد بن حمد الفلاسي منطلقا على المركز هنا الرابع، بينما المركز الخامس مجد محمد بن مسلم بن غزول العامري، ومن الجانب الآخر مرموق محمد بن راشد بن نايع الغفلي ينطلق على المركز هنا السادس في هذه اللحظات، بينما سابع مراكزنا مرموق الآخر حمد بن مفتاح بن حمد الجيبالي، والمركز الثامن في هذه اللحظات ثامن مراكزنا سلهود عبد الله بن علي بن سعيد النعيمي يقدم لنا هنا سلهود على المركز الثامن، بينما تاسع المراكز المركز التاسع في هذه الانطلاقات والتحديات القادم هملول سعود بن عبيد بن حامد الطنيجي، وعلى المركز العاشر الشهم سلطان بن مطر بن شمي الاكتبي من يأتينا على المركز هنا العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، أسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا مندفعة بتحدياتها وبإثاراتها. نعود إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. والشهم هناك لمحمد بن سلطان بن مرخان نكتري من ينطلق على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني القادم هنا شاهين عبد الله بن صوايح بن سيف الاكتبي من ياتي على المركز الثاني، وريسينج في المركز الثالث. ريسينج هنا سلالة ريسينج المعروف، ونحن في هذا النقل المميز عبر دبي ريسينج الناقلة لهذا الحدث الجميل. سعيد بن حمد بالقرين العامري هنا على المركز الثالث هنا في هذا الانطلاق الجميل هو التحدي. المركز الرابع واهالي ايضا السوان قادمين مع مرموق حمد بن مفتاح بن حمد الكيبالي من ينطلق على المركز الرابع. وفي المركز الخامس مجد محمد بن مسلم بن غزول العامري من ياتي على المركز هنا الخامس. المركز السادس شاهين في المركز السادس منطلقا بالتحدي وبالإثارة الجميلة هنا والتحدي المميز في هذه الانطلاقة. هناك شاهين أحمد بن قنون بن سعيد الفلاسي منطلقا هنا بهذه التحديات المتميزة الجميلة، سابع المراكز من قادم على سابع المراكز بهذه التحديات المتميزة. هنا ولد الضبي حميد بن محمد بن سالم الزرعي يقدم لنا ولد الضبي في هذه اللحظات على سابع المراكز. المركز الثامن مرموق محمد بن راشد بن نايع الغفلي من ياتي على المركز الثامن، بينما المركز التاسع تاسع المراكز هو القادم هنا شعار المشغوني من الجانب الاخر مع هنا هذا الاداء الجميل وصل مرضي حمد بن مبارك بن حميد النعيمي ياتينا في هذه الانطلاقه. نعم شعار النعيمي قادم بهذا الاداء الجميل، وابن شميل هناك أرى قادم أيضا مع الشهم ولكن هنا تسلل من مرضي حمد بن محمد السندوانة المري من يأتينا عاشرا. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى، وهذه الأسماء المنطلقة والمندفعة باحثة عن الفوز باحثة عن الناموس والإثارة، ولكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول صدارة هذا الشوط. ريسينج من ينطلق
ريسنج من ينطلق على الصدارة على المقدمة. تابع يا ابو عدنان عبر دبي ريسنج، تابع ريسنج على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، يندفع بصدارة هذا الشوط. ريسنج هنا هو أدائه الجميل، سعيد بن حمد بالجرين العامري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. روح روح راعي الحشمة، روح روح هنا، روح مع ريسنج وسلالة ريسنج الغنية عن التعريف، سلالة شاهينية متميزة. وتشاهدون ريسنج على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. أبوه يا ما صال وجال أيضا بتحدياته وإثاراته الجميلة. ها هو ريسنج وأيضا يفوز ويقدم إنجاز في إنجازاته السابقة. نعم قبل أسبوعين أيضا معلن فوز وناموس وعلقت عليه، وها هو اليوم هنا أيضا ينتزع الفوز، ينتزع الناموس. ريسنج سعيد بن حمد بالقرين العامري بأدائه الجميل وعرضه المميز. المركز الثاني مرضي حمد بن محمد السندوانة المري، من يأتينا على المركز الثاني وثالثا هناك بن غنزول مع مولد في هذا الأداء. ولكن هنا هنا الصدارة، هنا المقدمة، هنا ريسنج المسيطر على زمام الأمور. سلام مدينة العين، سلام سلام على هذا الأداء المميز الجميل. سلام للساد، سلام سلام وتحية واحترام على هذا الأداء المميز الجميل هنا لريسنج لسعيد بن حمد بن القرين العامري. مشكور على الحشمة على المتابعة المتميزة ولحظة الوصول. المركز الثاني مرضي حمد بن محمد السندوان المري، المركز الثالث مرضي الآخر حمد بن مبارك بن حميد النعيمي، ووصل هناك الطاير علي بن سالم بن مصبح لقتبي. والمركز الخامس هناك مجد محمد بن مسلم بن غزول العامري من أتى على المركز الخامس. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي. نعود مشاهدينا الكرام هنا إلى صدارة هذا الشوط وإلى التوقيت الزمني مع ريسنج هنا وانطلاقته وتحدياته. 7 دقائق 42 ثانية، 3 من الأجزاء من الثانية. تهانينا على هذا الفوز المميز لريسنج لسعيد بن حمد بالجرين العامري. بينما المركز الثاني أتانا هنا على ثاني المراكز، هنا يأتي مرضي بهذا الانطلاقة الجميلة حمد بن محمد السندوانة المري. 7 دقائق 46 ثانية، جزء واحد من الثانية. بينما المركز الثالث أتانا كذلك مرضي هناك بالمركز الثالث، واللحظات الأخيرة ب7 دقائق 47 ثانية، هنا جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس الحمد بن مبارك بن حميد النعيمي.